ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة مع الفقرة المحببة لكتير من مشاهدينا والمحببة لقلبي أنا شخصيا، ده لأننا بنتعلم فيها إزاي نحافظ على صحتنا وعلى رشاقتنا. وطبعا منوراني النهاردة في الاستوديو فقرة الصحة والرشاقة ضيفتي العزيزة دكتور معي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة On Target Pharma. النهاردة هنتكلم معاها في موضوع شاغل بال ناس كتير جدا، خصوصا مع دخول الشتاء كتير مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. وحشتيني والله. وحشك جدا والله. عامله ايه حبيبه قلبي؟ تمام. طبعا احنا يعني موضوع كتير جدا، موضوع فكره ان احنا داخلين على الشتاء، في ناس حرام بتشيل هم الفصل الشتاء قوي، فقصه ان هي ممكن تكون قليله الحركه او حتى بتبذل حركه بس في حدود الحياه الحياتيه العاديه، بتخاف تطلع تخنانه من الشتاء زي ما بيخافوا طالعين تخنانين من رمضان. بالظبط. عايزين يعني ايه نبدا نشوف الناس اللي وزنها بيثبت يا دكتور مي وما بيتحركوش، والناس اللي بتخاف تتخن في فصل الشتاء، ايه الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها غلط الاول يعني توصلنا للحته دي ممكن نتفاداها وبعدين نتكلم في الحلول؟ تمام. احنا عندنا الاول عايزين نعرف ان الشتاء ده كنز ان انا اخس بيه بكل سهوله. والله عكس ما ناس كتير فاكره. الناس بتبقى فاكره في الشتاء انا هاكل براحتي وادب بقى الاكل، وقبل الصيف بقى هبدا اخس واعمل دايت عشان ارجع بقى للشيب بتاعي مظبوط. بس ما يعرفوش ان هم مضيعين كام شهر من السنه فعلا ده الكنز اللي انا اقدر اخس بيه بكل سهوله ومن غير ما حتى اتحرك. كويس. ازاي بقى؟ انا في الشتاء درجه حراره جسم الانسان الطبيعيه بتبقى كام؟ 37. في الشتاء بقى الجو حواليا بيبقى برد جدا، ممكن توصل ل10، وفي مناطق بتوصل كمان بتبقى لدرجه الحراره بالماينس. صحيح. فانا عشان جسمي يديني الدفى والطاقه اللي انا محتاجاها بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يحرق من الدهون الداخليه عشان يحسسني بالظبط، ويحسسني انا كمان بالدفى. لازم يحافظ على درجه حراره الجسم بتاعتي 37. فانا بكل سهوله بشويه حاجات بسيطه جدا هخس، لان انا جسمي مديني الحل السريع ان انا اخس، اللي هو ايه؟ أيوة. ان هو هيحرق لي من الدهون المتخزنه. هو ده اللي احنا عايزينه. فانا المفروض بقى اساعد جسمي، ما عانيتش جسمي او ادخله. اساعده ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ ابسط حاجه، الشتاء مش محتاج ان احنا طبعا الجو بيبقى برد والدنيا بتقفل بدري، حتى اكلاته الشتويه بتبقى دسمه شويه بس بنميل للخضروات اكتر، وطبعا بيفيدنا بس برضو اكلاته تقيله وبناكل اكيد. ايوه. الجوع بدري هو ما هي بقى في شويه حاجات مع اني او مع ان اليوم بيخلص بالظبط بيخلص بسرعه. بس هو عشان احنا طبعا من بدري بنبقى قاعدين في البيت فبنبقى زهقانين وعايزين بقى رايحين جايين ناكل حاجات مثلا كيك، حاجات حلويات، نشرب حاجات دافيه عشان تدفينا. ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ المفروض ان احنا نتدخل، طبعا بنظبط النظام الغذائي بتاعنا، بنظبط عدد ساعات نومنا، وكمان مع كورس الاناسيليوم. كورس الاناسيليوم ده بيخلي جسمي ان انا ما احسش ان انا طول الوقت جعانه، بيسد احتياجي للاكل او الشراهه. الناس اللي عندها بقى شراهه مش قادره عايزه عوامل مساعده. بالظبط. صح كده؟ اكيد. كويس. يعني هي تقريبا اغلب الناس او اغلب الحالات اللي بتجي لنا ما بيبقاش عندها اراده، اللي هو يا دكتور انا مش عارف اعمل دايت، يعني اديني حاجه تخليني احساس الجوع ده. لان اكتر حاجه مثلا الناس اللي عندها سمنه ايه اكتر حاجه بتضايقها؟ ان هي مش عارفه تعمل كنترول على الجوع بتاعها وعندها شراهه، مش عارف يعني طول ما الاكل قدامه هياكل، حتى ممكن ما يبقاش جعان بس هو بيبقى زهق بقى بيسلي نفسه اي حاجه. فالكورس دوت بيحسس الجسم بالشبع، بيديله امتلاء. بنبقى مثلا هي عباره عن الياف طبيعيه بنشربها على نص كوبايه ميه قبل الوجبه، او ممكن ناخدها مرتين في اليوم وبعديها بناخد كوبايتين ميه. طب ايه اللي بيحصل؟ ان هي بتنزل المعده وبتنفش. احنا دايما بنسميها ان ده البديل الامن والطبيعي لعمليه بالون المعده. نفس فكره عمليه بالون المعده بالظبط، ان هي بنزل البالون ديت بتتمدد تتمدد عشان تديني احساس بالشبع، لان انا شغلت المعده ده مثلا من تلتين لتلات ارباع، في تلات ارباع جزء من معدتي حاسس ان هو شبعان مليان بالالياف ديت بعد ما نفشت، في ربع اخير، الربع ده اللي انا ببدا باكل بيه بقى على مدار اليوم. فانا لما اجي اكل هلاقي ان الوجبات بتاعتي قلت جدا، الكميات كمان قلت قوي، احساس الشبع عندي زاد جدا، لان الانسولين بيحسسني بالشبع مثلا من 6 ل 10 ساعات على مدار اليوم. فدي طبعا ان انا اقعد كل الفتره دي حاسه ان انا شبعانه دي حاجه هايله جدا. كويس. فده العامل المساعد اللي احنا بنتدخل بيه. كمان ان احنا لازم مثلا في الشتاء ننام بدري،
عشان احنا لما بننام بدري في هرمون في جسمي بيطلع اسمه الجروث هرمون، هرمون النمو. هرمون النمو ده حتى الاطفال مفيد ده يا دكتور جدا. طبعا ده طبعا بيساعد على ان هو يحرق الدهون بشكل كبير جدا حتى وانا نايمه. عشان كده دايما احنا ما بنقولش مثلا للحالات او الناس عامه ناموا بدري، احنا مش بنقولها كده رخامه، لا، عشان الهرمون ده بيتفرز مثلا من 11 بالليل، هو كمان يحفز جسمه في الحاجات اللي تفيده. طبعا اكيد بيتفرز من 11 بالليل ل 4 الفجر، فانا عشان جسمي يستفيد من الفتره دي ان جسمي يكبر، وكمان زي ما حضرتك قلتي للاطفال محتاجينه طبعا. فلازم الاطفال تنام بدري برضو، احنا مش بنرخم مثلا اللي هو لا لازم تنام بدري، لا، عشان جسمك يستفيد من الهرمون دوت، احنا ككبار نستفيد منه ان هو يساعدني على ان هو يحرق دهون اكتر حتى كمان وانا نايمه. حلو. طيب احنا بقى بنتكلم على الناس اللي ممكن تكون ايه يعني الرياضه، الجزء الرياضه ده بيبقى شاغل بعض الناس برضه. يقول لك ايه، طب انا ما بمارسش رياضه، او بس حتى واحنا في الصيف بنقدر، بس يمكن في الشتاء ما بنقدرش. اولا طبعا كل واحد فينا عنده اكيد التزاماته. فانا لو عندي التزاماته بودي مدارس وبروح شغلي وبرجع يا دوب الحق اقف اذاكر مع اولادي وانزل الدروس، اليوم خلص، اليوم خلاص خلص وانا راجعه خلصانه كمان. فما عنديش وقت اعمل فيه رياضه. فهل لو انا ما عملتش ده هيليه تاثير ان انا ما اخسش؟ يعني ممكن يبقى ليه جانب برضه صعب، ولا لا لو انا باخد الاناسيليوم ممكن الدنيا دي تمشي معايا؟ لا اكيد، لان الكورس الاناسيليوم هو مش حاجه واحده بس. اصل ده سؤال جالي، السؤال ده جالي، قال يعني انا احنا هم هي رياضيه وبتلعب رياضه وكل حاجه، بس هي في الشتاء ما بتنزلش كائن ساكن. في مثلا عندنا حاجه اسمها السلاك، السلاك دوت بيبقى هايل جدا للناس مثلا اللي عندها خمول في الغده الدرقيه، للناس مثلا اللي زي مثلا عايزه تلعب جيم ومش قادره الفتره ديت، لان ده في الكارنتين، الكارنتين ده بيزود حرق الدهون جدا جدا، وكمان في كافيين فبينشط الجسم وبينشط حركه الدوره الدمويه في جسمي. فانا مش بحتاج ان انا اروح الجيم، بالعكس انا كاني اديتهم، يعني مثلا هي بتبقى عباره عن اكياس برده بتتاخد على نص كوبايه ميه، دي كاني واديتهم حاجه وقت معين كانهم نزلوا الجيم بالظبط، يعني الكيس ده بيعادل ان هي نزلت ولعبت وحرقت الدهون، يعني الكميه اللي هي هتحرقها في الجيم جسمها هيحرقها هي بس اول ما تاخد باكت السلاك ده. يعني دي حالات وحالات يا دكتور، انتوا ليكوا كورسات مختلفه على حسب أكيد. كل حاله. طبعا. طب اسمحي لنا هناخد داليا الاول، معانا داليا على التليفون وبعدين نستكمل حاجه. ماشي تمام. اهلا يا داليا. اهلا بحضرتك يا سيدي، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. انا معجبين بحضرتك جدا والله، وقعدات حضرتك جميله جدا جدا، وانا بصراحه بحب اتفرج على حضرتك في كل حاجه بتعمليها والله. يا روح قلبي، ده شرف ليا والله، وميرسي ان انا سمعت صوتك يا داليا. كل مدى كل ما حضرتك بتزيدي جمال والله، وكفايه اسلوب حضرتك في الكلام بتحببنا فيكي اكتر واكتر والله. الله يسعد قلبك يا داليا والله، ما تحرمش منك حبيبتي، اتفضلي لو ليكي اي سؤال اتفضلي. ربنا يخليكي. انا بشكر طبعا الفريق الطبي ان هم وقفوا جنبي. انا الاول انا مريضه كانسر اصلا حبيبتي، بعد الشر، ولما تابعت الفريق الطبي والعرض اللي هم الانسيليوم طبعا انا قلت، هم سالوني الاول بتعاني من ايه، فانا قلت لهم. فطبعا هم ما ادونيش الكورس على طول لما درسوا حالتي الاول، عشان خاطر طبعا يبقى الكورس امن عليا طبعا. فطبعا دي حاجه ان هم يعني انا بشكرهم عليها طبعا. حبيبتي سلامتك، الف سلامه يا روح. الله يسلم حضرتك. هم عندهم مصداقيه وامانه في شغلهم طبعا، فبعديها هم وفوني قالوا لا الكورس امن ليكي وما فيش اي اعراض جانبيه وخديه وهيبقى كويس جدا. فعلا انا اتعاملت معاهم وبيتابعوني بالتليفون على طول. حتى انا لو ما تابعتهمش هم بيتابعوني وبيوصلوني على الواتس ساب وبيتكلموني بالتليفون تليفونيا. مشكوره الدكتوره مي برضو والدكتوره شيري والدكتوره نهال حافظ، طبعا الناس المحترمين جدا جدا جدا. وهم عندهم امانه في شغلهم وما بيطلعوش اي حاجه لما يكونوا واثقين منها ان هي كويسه جدا وهتجيب نتيجه مع الناس. فطبعا جاب معايا نتيجه يعني كبيره جدا كويسه جدا. انا مريضه سرطان غده درقيه طبعا انا شايلها تماما حبيبتي، فكان عندي الحرق ما فيش خالص، فطبعا هم ساعدوني. فالحمد لله دلوقتي انا خسيت، انا كنت حوالي 95 كيلو، دلوقتي انا بقيت حوالي يعني 67 كيلو ما شاء الله. طب دكتوره مي عايزه تسالك على حاجه، ممكن؟ اقل من 6 شهور حضرتك. اتفضلي حبيبتي، اتفضلي دكتوره. اتفضلي حضرتك. ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ لا انا داليا. داليا الف سلامه عليكي، عامله ايه؟ حضرتك الحمد لله دكتوره معايا. الحمد لله. ممكن اعرف كنت بتاخدي ايه بقى؟ الدكتور رشحت لك ايه من الكورس اللي عندنا؟
ادتني انيسيليوم، وادتني اللي هي سيلاك وكبسولات سليم، وادتني جرين كوفي. وطبعا كانت كل فتره بتتابعني، يعني تقريبا كل اسبوع بتتابعني كويس، وبتقولي وزني، بقيت اديها الوزن وبقيت ماشيه معاها على الكورس. بس دلوقتي الحمد لله في اقل من 6 شهور ما شاء الله كنت نازله الوزن ده كله بصراحه، ما ما شاء حسيتش الله باي مضاعفات الحمد ولا لله. في تعب ولا اي حاجه، ولا كاني باخد حاجه، انا خسيت طبيعه ولا كنت بلعب رياضه ولا حاجه. بس الحمد الحمد لله لله يعني كرم من عند ربنا ان انا اتعرفت بناس محترمين زيكم، والكورس جميل جدا جدا الحمد جدا. لله. حبيبتي الف سلام عليكي وسعداء بمشاركتك لينا بجد والله يا والله انا داليا، سعيده جدا والف وسعيده سلام بيكي عليكي عظيمه، حبيبتي وربنا حبيبتي. يبارك لها ويحسن ما بين ايديها يا رب. امين امين حبيبتي، تسلميني ما تحرمش منك. اتفضلي يا داليا، شرفتينا ويعني نورتينا. حالة مختلفة شفاها الله يا وعافاها يا رب. رب، امين يا رب، وشفى كل مريض، لان الموضوع امين. ده موضوع صعب اكيد طبعا، وصعب اتخاذ اي قرار فيه تجاه قصة ان انا عايزة اعمل اي حاجة تانية غير فترة العلاج اللي اكيد انا طبعا. بحتاجها. ف ما هي دي من الحالات قولي اللي لنا احنا بقى يا بنبقى دكتور. حريصين ان احنا طبعا لازم بنتعامل معاها بحرص، ومش بنرشح لها اي كورس، وحتى برضو عشان ان هي نفسها تبقى مطمنة من الكورس بتاعنا، بندي لها بنصور لها العلبة بالمواد الفعالة ترجع كلها، للدكتور وبنقول لها ارجعي زي الطبيب للدكتور بتاعها. تمام، مع ان احنا عارفين ان هو مش هيأثر عليه، بس بس عشان تبقى لازم نوع تبقى من الامانه. مطمنة، وزود دكتور لازم يبقى عارف هي بتاخد ايه برضو، صح عشان احنا لازم بنتابع كلنا مع بعض ونبقى عارفين ايه الادوية اللي بتتاخد في الفترة دي بالظبط. كويس. فهي ما شاء الله عليها يعني كان عندها إرادة، وما شاء الله خست كمية حلوة جدا، ما شاء الله في 6 شهور وخصوصا خمول بتقول. الغدة ده طبعا حاجة صعبة، لأن دي من أكتر الحاجات اللي ما بتوقف الحرق تماما. فما شاء الله إن هي عندها الكانسر في الغدة وقدرت تخس الكم ده، يعني ما شاء الله ربنا يديها الصحة امين ويتم شفاها على خير يا رب امين بإذن حبيبتي، الله. والله دي حاجة جميلة، والله انا سعيدة بمداخلتها لان هي حالة مختلفة عما انا كنت بدخل بشوف كومنتس، يمكن مش كله بيبقى ظاهر قدامي ان انا اقدر اعرف كل الحالات، بس بالنسبة لي كانت حاجة الحمد مختلفة. يعني لله. بشكرك لمداخلتك والله يا داليا. طيب قولي لنا بقى بالنسبة للشتاء، احنا طبعا بدأنا دلوقتي نقول ايه، كل ما نيجي نقول نعمل حاجة في البرنامج فنقول ايه، نستنى على الحاجات دي لما الجو يبرد شوية عشان بتدفي. فهنعمل ايه بقى لما الجو يبرد ويبقى محتاج دفء، خصوصا ان الولاد دلوقتي اصبحوا بيحسوا وهم بيذاكروا فجأة يقول لك ايه، انا عايز حاجه دافيه او عايز حاجه سخنه، مش عارف ايه، بس حاجه مختلفه. ايوه بنبقى عايزين نسلي نفسنا طبعا لا، طول او هم الوقت كمان زاد بيفقدوا طاقه او حاجه وقت المذاكره كمان، فبحس ان هم بيبقوا عايزين حاجه تديهم بيجوعوا طاقه. بسرعه ايوه بالظبط. ايوه فنعمل لهم ايه بقى، ايه المشروبات السخنه دي نعمل فيها ايه، ولو ان كل حاجات الشتاء بتتخن. لا مش كل حاجات الشتاء بتتخن، احنا السحلب ممكن بقى والمغير السحلب ده جميل وهنشربه في بعيدا عن الشتاء. الحاجات الخفيفه يعني زي الشمر واليانسون لا 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 والنعناع مش والحاجات الحاجات دي دي. تمام، لا غبار عليها، بس انا بتكلم على الحاجات السحلب كلنا بنحبه وكلنا هنشرب في الشتاء سحلب، يعني مش هنقدر نقول لحد ما تشربش سحلب لان ده المشروب الرسمي بتاع الشتاء. بس ممكن نعمل بيه ايه مثلا، ممكن في سكر سيسل ده سكر دايت كويس. وينفع للاطفال، واحسن حاجه فيه ان هو مش بيأثر على اسنان الاطفال، ما بيزودش التسوس عكس مثلا السكر الابيض. فده ممكن نستبدله للاطفال وللكبار لامراض اللي عندهم، الناس عندها مرض السكر، لان هو ما بيأثرش على مستوى السكر في الدم، ما بيعليش السكر، ولا كمان ليه سعرات حراريه. فانا مثلا خدت كيس، هو الكيس بيعادل معلقتين من السكر بس الابيض انا استخدمته العادي. لابني، انا ابني بيحب السكر قوي، مش عارفه اطلع لمين، مفيش حد عندنا بيحب السكر قوي كده، بس هو طبيعته كده، فانا قلت هجرب كده واشوف. فانا هيجربتي. عملته في مشروب الصبح بقى ينسون الصبح قبل ما بينزلوا، لقيته ما حسش ان ده سكر، يعني مفيش قلت اشوف اختلاف. الانطباع، ما انا مش هقول له ده ايه، لازم ايوه اعرف الاول هو كومنت يقول ايه. صح. فما قالش حاجه الحقيقه، قال لي حلو قوي انت حطيتي لي كام معلقه سكر. فانا بصيت له كده قلت له على فكره انا حاطط لك معلقه واحده بس، قال لي مش ممكن، قلت له ايوه بس مليانه شويه، ما هو انا يعني مش عارفه اقول، بس اتبسطت. ايوه فانا ما همشي عليه فتره لحد ما قننه موضوع السكر ده بالظبط، الحقيقه. لان هي اصلا الكيس الواحد بيعادل معلقتين من معلقتين ده السكر. مناسب جدا. وكمان زي ما قلت حضرتك هو مش هيأثر على الاسنان ولا هيرفع تسوس. سكر الدم، ولا كمان كاني خدت سكر، يعني الكيس ده كده كان هو ما خدش سكر اصلا ولا استهلك سكر على مدار الصفحات اليوم. معانا يا دكتور قولي لنا طرق التواصل. الارقام اللي ظاهره على طول على الشاشه مكالمات او فيسبوك او واتساب، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، واون تارجت فارما على الانستجرام. يقدروا يتواصلوا معانا، بيدخلوا على الفيسبوك او مثلا على الواتساب، بيلاقوا زي استماره اونلاين بيبداوا يملوها، بنبدا نسالهم اسئله عشان نتعرف على الحاله اكتر ونعرف هل مثلا عملت دايت قبل كده، هل في امراض مزمنه، عشان نقدر نرشح الكورس المناسب
مناسب، مع كمان ان احنا بنعمل نظام غذائي وطول فتره الكورس بنتابع معاهم متابعه مجانيه، ونقدر بقى نحدد ايه الكورس اللي بيناسب ليهم لكل حاله. طيب ده هايل جدا. خلينا نتكلم بقى عن الاطفال لما ممكن يتعاملوا مع الكورس. احيانا في بعض الاطفال بيعانوا من سمنه، تبقى الام عايزه تستغل فتره معينه عشان حاجه تساعدها، لان طبعا انت عارفه الاطفال فتره النمو صعب انك تمنعيه من الاكل او تمنعيه من حاجه بيحبها. فاحكي معانا بقى في قصه الاطفال وموضوع الاناسيليوم كمان. تمام، زي ما قلت لحضرتك الاناسيليوم هو بيشتغل ازاي، ان هو زي فكره بالون المعده، ان هو بتنفش عشان تدينا اعلى امتلاء واحساس بالشبع. ده بالظبط اللي احنا بنعمله للاطفال. انا الطفل ما اقدرش اقول له اعمل دايت، او ساعات اطفال لسه بتبقى صغيره لان هو امن من اول 3 سنين. فطفل 3 سنين 4 سنين هو مش فاهم يعني ايه دايت، مش فاهم يعني ايه اكل صحي. فساعتها الام بتتواصل معانا وبنبدا نقول لها الاناسيليوم حطوه له، لان هو بطعم الاناناس، فكانه بيشرب عصير اناناس بالظبط. الام بتحطوه له قبل الوجبات الدسمه، مثلا لو هو بيتغدى اكله ثقيله شويه او في العشاء بياخده مثلا مرتين قبل الوجبه بنص ساعه، هو بياخده كانه بيشرب عصير اناناس، هو مش حاسس ان في دواء او ان في حاجه اتغيرت في النظام بتاعه. انا ما ينفعش طفل اغير له نظام اكله مره واحده، او مثلا يلاقي اخواته او باباه ومامته قاعدين على السفره بياكلوا اكله وهو بياكل اكل لوحده. ما ينفعش. مساله صعبه كمان على الأم. وكمان احنا ما بنعرفش نعمل كده للناس الكبيره برضو. صحيح. ان الواحد يبقى حاسس ان هو منبوذ، دي بتبقى نفسيا هتاثر عليه قدام، ويبقى ممكن يكتئب وما يبقاش عايز يكمل دايت. المشاركه دي مهمه بالزبط. الاحساس النفسي كمان في ناس تفرق معاها العامل النفسي. اكيد طبعا ده عامل كبير قوي. فالطفل ما بيحسش ان في اي حاجه اتغيرت في الروتين بتاعه في اكله، بالعكس هو بيجي ياكل الاكله بياكل معلقه 2 3 بيبدا يحس ان هو شبعان ومعدته مليانه، وفي نفس الوقت مش حاسس بتخمه، لا هو معدته مليانه بس خفيفه. لان الاناسيليوم نفشت جامد حسيته بالشبع. فهو بيبدا يبقى مبسوط وبيبدا يدرك ان في يعني احساس جديد دخل عليه، ما كانش متعود ان هو مثلا ياكل معلقتين ثلاثه ويبدا يحس ان هو شبعان، بدل ما كان بيخلص الطبق كامل بقى يخلص مثلا نصه او ربعه، وبيبقى قايم بيحس ان هو خلاص كده شبعان مبسوط، مش حاسس ان في حاجه اختلفت قوي في طريقه الاكل بتاعه. احنا عاملين الكورس ده بفيتامين سي طبعا، لان ده مهم جدا جدا بالذات الفتره دي عشان بيقوي المناعه، مهم برده للناس الكبيره مثلا او البنات اللي بيحبوا يخسوا بيبقوا خايفين على بشرتهم، مثلا يبقى في زي هالات سودا او يحسوا ان بشرتهم بيل شويه باهته. طبعا فيتامين سي ده المسؤول الاول والاخير عن نضاره البشره، بيحفز انتاج الكولاجين، فمهما خسينا عدد كيلوات كتير جدا الفيتامين سي بيدي للبشره بتاعتي النضاره واللمعان اللي بيبقى بسبب الكولاجين طبعا. وحضرتك برده من شويه سالتيني على ايه المشروبات السخنه اللي احنا ممكن نشربها بدل مثلا في مثلا الجرين كوفي. جرين كوفي بطعم الموكا واللاتيه، عشان في ناس مش بتبقى حابه طعم الجرين كوفي لوحده. ده طبعا الجرين كوفي فيه ماده اسمها كولاجينيك اسيد، الماده دي مسؤوله بشكل كبير جدا ان هي بتخسس وبتحرق الدهون اللي موجوده بالذات في الدهون في منطقه البطن والارداف، دي طبعا مشكله ناس كتير قوي بتعاني منها. وكمان بتظبط السكر في الدم، يقدروا برضو اصحاب مرضى السكر او الضغط يستخدموه، لان هي ما بتعليش طبعا الضغط ولا السكر في الدم خالص، بتحسسني بتزودني باحساس الشبع. الناس كتير اللي جربته اتبسطوا من طعمه لانهم حاسين كانهم بيشربوا قهوه بالظبط. بس طبعا مع فوائد بالظبط، ومع فوائد القهوه ساعات برضو كترها بيسهر بيتعب. لا دي كلها حاجات طبيعيه، فوائد بتدي جسمي الطاقه والغذاء والفيتامينات اللي هو محتاجها. اوكي، طب ممكن نعرف طرق التواصل مره ثانيه يا دكتور بقى مع بعض كده، عشان لو في حد عايز يتواصل معانا. طبعا الارقام دي شغاله، ارقام مكالمات واتساب او واتساب. تمام. وعن طريق الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ دي الصفحه على الفيسبوك خاصه بيكو اون تارجت فارما. تمام. وفي الصفحه الثانيه الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك، عايز يتواصل معاهم. على فكره يا جماعه ببعت لكم برضو على صفحتي الشخصيه اللينك بتاع دكتور نهال، صفحه الدكتور نهال اللي طلبها اون تارجت فارما على الانستجرام. هايل هايل جدا. طيب هنتكلم بقى سريع، يعني نقول ان دي الشتاء فرصه ذهبيه، ده كنز اللي احنا نخس يخس فرصه، صح كده؟ طبعا نحاول نستغلها، لازم نستغلها ان احنا هنخس بشكل سريع جدا بدون اي مجهود، هنخس واحنا قاعدين من غير حركه. لان زي ما قلت حضرتك جسمي بيحتاج طاقه فبيحرق من الدهون. مع الكورس ان انا بزود الحرق بزود الجسم باحساس بالشبع اكتر،
ففعلا لو انا استغليت الشهرين ثلاثه دول الكورس مع النظام هلاقي نفسي طلعت من الشتاء وانا مبسوطه بشكل جسمي بنتيجه حلوه بصحتي رمضان اكيد طبعا او بالظبط. فاحنا لازم نستغل فرصه الشتاء سواء بنخس او بنثبت وزننا اكيد طبعا يعني في الحالتين هيبقى الشتاء طبعا لكل يعني هايل جدا. عكس الناس معتقده الشتاء بنتخن، لا خالص، الشتاء لازم نستغله عشان نخس بشكل حلو وصحي وباقل مجهود ممكن. حبيبتي يا دكتور مريم تسلمي لي والله، بشكرك طبعا. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني، دكتور مي عبد اللطيف، ونورتيني اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه في من شركه اون تارجت فارما، نورتيني وشرفتيني. وطبعا بشكر حضراتكم بجد لحسن المتابعه، وميرسي جدا على الثقه الغاليه. وانا بساعد برضو لو حد حابب يبقى اللينك الخاص بالشركه انا ببعته من خلال صفحتي، ما تقلقوش اي حد ليه سؤال ببعته، وانتوا ابعتوا اسالوا اللي انتوا عايزينه، اكون عامل مساعد لحضراتكم دايما يا رب. شكرا جزيلا لكل متابعيني من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم من هنا لحلقه جديده أتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، و سلام عليكم.